نبدأ ملخصنا النهاردة مع مسلسل فروم، مع أسرة بتقرر تسيب بيتها وتروح لمكان جديد، بس للأسف وهم في الطريق بيقابلوا شجرة بتقطع الطريق، عشان كده بيضطروا يخشوا للمدينة اللي جنبهم اللي بتكون سبب إنها تغير حياتهم بعد كده للأبد، ده لأنهم مش هيقدروا يخرجوا منها أبدا. إزاي؟ ده اللي هنشوفه في فيلمنا. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. قبل ما العيلة دي توصل المدينة بنشوف تصرف غريب من أهلها، واللي كان موجود في كل بيت فيها حجر شكله غريب وعليه تعويذة غريبة، كمان بيبدأ شخص يلف وسط الناس بيكون معاه جرس بيضرب بيه وأكنه بينبههم إن في خطر قريب هيحصل، فعلا بيكون بيحذرهم إن قبل ما تغيب الشمس يكونوا كلهم جوه البيت، كالعادة بيخش كلهم وبيتأكدوا من حجر التعويذة، وكان آخر واحد بيخش هو الشخص اللي كان بيرن الجرس اللي بنتعرف عليه إنه مأمور المدينة، وبنلاحظ يافطة صغيرة عند باب بيته يكون مكتوب عليها 96 يوم من غير أي حادثة. من ضمن أفراد المدينة دول فرانك اللي كان شارب كمية كبيرة من الخمرة، ده السبب اللي خلاه يقضي الليلة في الكافيتيريا وما يروحش لمراته وبنته اللي كانوا مستنيينه فترة كبيرة إنه يرجع، وللأسف لما بيتأخر ويجي الليل بيضطروا إنهم يقفلوا الباب عليهم ويخشوا جوه. ولما بتطلع بنته ميجان لوحدها في الأوضة تسمع صوت غريب جاي من شباك أوضتها، بيكون الصوت ده بيقول لها إنها جدتها. فعلا أول لما بتروح للشباك وبتشيل الغطا اللي عليه بتتفاجئ بواحدة كبيرة، في نفس الوقت بتدخل عليها أمها وبتستغرب من اللي بتعمله، بتبدأ وقتها تحذرها واللي بتكلمها دي مش جدتها، تنبهها وقتها إنها مش لازم تفتح لها الشباك، بس للأسف تفتح لها ميجان الشباك بيظهر الوجه الحقيقي للشخص الغريب اللي كان بيقول لها إنها جدتها. نتحرك بعدها لعيلة جيم ماسيوز واللي بتتكون من ابنه إيسن وأخته جولي وطبعا الأم تابيسا. بعد لما بيفوق فرانك بيخرج من الحانة وبيتحرك للبيت بتاعه، بيتفاجئ وقتها إن في ناس كتير ملمومين عند البيت، وقتها بيخرج ليه مأمور المدينة بويد وهو منفعل وبيبدأ إنه يضربه، بيشاور له وقتها على الشبابيك وبيقول له إنه حذره أكتر من مرة إنه يقفل شبابيك بيته بالمسامير وده بسبب الطفلة اللي عنده. بيشده بعدها على البيت عشان يوريه نتيجة تأثيره، إنه بسبب إهماله بيدخل على مراته وبنته وبيلاقيهم كلهم متاكلين بطريقة بشعة وشكل غريب، ما كانش مصدق اللي شايفه، وده اللي خلى بويد يطلب من مساعد بتاعه كيني لويو يقبض عليه ويحطه في الحبس، وده لأنه عرض حياة عيلته للخطر، لأنه لو كان مسمر الشبابيك ما كانش سمح للوحش اللي بره إنه يدخل ويقتل أسرته. بعد شوية بيوصل الأب خاطري للبيت عشان يقوم بمراسم الدفن لميجان وأمها، وقتها بيلاحظ بويد إن حجر التعويذة اللي موجود في البيت وقع على الأرض، اللي مش قادرين نعرف لغاية دلوقتي إيه سبب وجوده في كل بيت في المدينة. نفس الوقت بيقابل جيم الشجرة اللي بتقفل الطريق، للأسف كانت الشجرة كبيرة جدا ما يقدرش انه يشيلها عشان يعدي، بس فجأة بيلاحظوا ان في عدد كتير من الجربان بدأت تطير حواليهم، ده اللي خلاهم يتحركوا بسرعة ناحية العربية بيلفوا من حوالين الشجرة عن طريق المدينة اللي جنبه. بيروح بعدها بويد لدنا اللي كانت واحدة من أفراد المدينة لأنه عايز يشوف ابنه، وفعلا بسرعة بتاخده على البيت. ساعتها أليس ابنه كان مهووس بالرسم وكمان كان بيرسم حبيبته فاطمة، أول لما بويد بيشوف ابنه نيميجان وأمها لورين ماتوا يعرض عليه إنه يرجع معاه للخدمة مرة تانية عشان يقدروا يحمي المدينة كويس، بس ساعتها أليس بيقول له إنه مشغول دلوقتي مش هيقدر إنه يعمل له أي حاجة. أول لما جيم وعيلته يقربوا من المدينة بيفقدوا كل الإشارة في الموبايلات، وكانت أول واحدة تشوفهم هما داخلين هي سارة. بيلاحظوا وقتها ان المدينة شبه مهجورة، كمان كل العربيات اللي موجودة فيها الكاوتش بتاعها مخروم، حتى لما بيوصلوا بتكون جنازة لورين وبنتها ميجان. ساعتها اهل المدينة بيبصوا لهم بنظرات غريبة كلهم، الدرجة اللي تخلي جيم ومراته يخافوا منهم، ده اللي خلى جيم ينزل من العربية وينبه على بنته جولي انها تقفل وراه بعد لما ينزل. واول لما بويد بيشوف جيم داخل عليهم ينبه على اهل المدينة ان مفيش اي حد يكلمه، ان هو هيتصرف معاه هو والمساعد بتاعه كيني. فعلا ده اللي حصل مع جيم، ان مفيش اي حد عايز يرد عليه، لغايه لما بيجي له بويد وابتدى يساله لو كان يقدر يساعده في اي حاجه. ابتدى جيم يساله انه ازاي يطلع للطريق السريع مره تانية، طبعا بويد كانت اهم حاجه عنده بيساله انه جايب عيلته معاه ولا لا. بعدها بيقول له انه يكمل الطريق زي ما هو ماشي لغايه لما يوصل للتل، وساعتها هيشوف. فعلا بيرجع جيم للعربيه وبيكمل طريقه. بعد مشوار طويل بيلاحظوا انهم رجعوا للمدينه مره تانية، بتشوفهم برضه ساره للمره التانية، بتقابل بعدها اخوها ناسان اللي بيقول لها ان الناس الجديده دول لسه بيلفوا وان الموقف ده اصعب حاجه في الموضوع في البدايه، لما يكونوا فاكرين انهم هيوصلوا للطريق اللي هيوديهم لبيتهم. في نفس الوقت بيبدأ جيم ومراته انهم يشكوا انهم خدوا اي منعطف في الطريق، ده اللي خلاهم يرجعوا للمدينة مرة تانية، بس بعد الحرص الشديد منهم بيلاحظوا للمرة التانية انهم رجعوا للمدينة وبيشوفوا نفس الاشخاص واكنهم بيلفوا في دايرة. المرة دي وهم بيلفوا بيقابلوا عربية في وشهم بيعملوا حادثة هما الاتنين، بيخبط جيم وبتتقلب العربية جوه الغابة، لما يفوق بيلاقي شجرة محطوطة عليهم مأيدة حركته،
للأسف لما بيبص ورا بيلاقي إن ابنه إيسن بيسيخ حديد داخل في رجله، بس جولي بتكون كويسة بس مش قادرة تتحرك. نفس الوقت العربية اللي خبطتهم بينزل منها شخص غريب مغمى عليه. عشان بويد ينهي الموضوع قرر إنه يحط لوحة مسامير على الطريق عشان يوقف فيها عربية جيم، وده لأنه لو ما عملش كده هيفضل يلف حوالين دايرة مقفولة. ساعتها بيدخل عليهم الشخص الغريب وبيطلب مساعدة. بسرعة بياخدوا كيني لكريستي عشان تعالجه. بتحاول كريستي إنها تهديه وتتعرف على اسمه، بيقول لها إن اسمه توبي. بتدخله بسرعة وبتنده للمساعدة بتاعتها جينا. لاحظ بعدها إن توبي ما كانش لوحده في العربية، وكان أول شخص يقابله بويد لما راح لمكان الحادثة. بيبان وقتها إن الشخص ده ما كانش في وعيه وبيقول كلام غريب، وده اللي خلى بويد يربطه عشان ما يأذيش نفسه. وبسرعة بيتحرك لبعدها العربية جيم. بيحاول بعدها يخش جوه العربية عشان يساعدهم. بيبدأ بعدها الأب خطري يخد عربية وبيكون معها كريستي وكيني، وبيعرض على أليس إنه يجي معهم عشان يتحركوا لمكان الحادثة وينقذوا اللي هناك. بيبان وقتها من أليس إنه رافض إنه يحتك بأي موقف مع أبوه، وإنه رافض إنه يقرب منه بأي حال من الأحوال، بس بسبب خطورة الموقف بيضطر إنه يروح معهم. بيقدر بويد إنه يخرج جولي من العربية. تبدأ كمان كريستي إنها تطمن على الشخص الغريب اللي في العربية اللي بتقدر تعرف اسمه جيد. بعد شوية بيتحركوا كلهم لعربية جيم. نفس الوقت بتكون سارة في المستشفى مع تومي تحاول انها تساعده. كمان بيقدروا انهم يخرجوا تابسة من العربية، بس للأسف بيكون في مشكلة بتواجه كريستي واللي بتبدأ تقول لها البويت، وهي ان الطفل فيه رجليه اصابة جامدة انها تحتاج اكتر من ساعة عشان تعالجه. الوقت اللي هيبقى فيه باقي قدامهم 40 دقيقة على ضوء النهار، هيبدأ الليل. ده اللي خلى بويد ياخد قرار واحد، هي انه يباتوا الليلة في العربية ويعالجوا الطفل. بيقول لها انه مع الحجر اللي عليه التعويذة ولا تقدر تحميهم، اللي ما كانوش ساعتها متأكدين انها تقدر تحميهم في الغابة ولا لا، بس ساعتها كانوا مضطرين انهم يعملوا كده. يخرج بعدها جيم لمراته وبنته، يحاول يقنعهم ان هو اللي هيفضل مع ابنه ايسن، تروح للمدينة هي وجولي. لما بتكون سارة مع تومي في المستشفى بتعتذر له وبتطلع مفك من جيبها وبتقتله. اول لما بيقرب الليل بيبدأ بويد انه يجهز نفسه اللي هيحصل. بيدخل جوه العربية وبيبدأ انه يعلق الحجر اللي عليه التعويذة، وكمان بيغطي كل الشبابيك اللي موجودة في العربية. ساعتها بيستغرب جيم اللي بيعمله، بس بويد بيقول له انه بيعمل كده عشان يبقوا في امان. لما بيرجع خطري واللي معاه بالعربية بيعدوا على المسامير اللي نسيوها في الطريق، وأقصى سرعة بيضطروا انهم ينزلوا من العربية ويحاولوا انهم يوصلوا للبيوت في اسرع وقت. في نفس الوقت بيبدأ بويد يسمع اصوات غريبة جاية من الغابة، ولما بيبص يلاقي فعلا مجموعة غريبة من الناس ابتدت تخرج من الغابة وبتتحرك ناحية العربية. ابتدوا كمان انهم يلفوا حواليها. بيبدأ بعدها إيسن إنه يجيله تشنجات بشكل غريب، بس فجأة بتبدأ الأشخاص الغريبة اللي برا إنهم يكلموهم وكمان يعرضوا عليهم المساعدة لو هيقدروا يدخلوهم ولا لأ. طبعا جيم كان مفكرهم إنهم من باقي أهل القرية إنهم جايين عشان يساعدوه. طبعا بويد بيزعقله وبيقوله مش هندخله. اللي خلى جيم يبدأ هو إنه يقوم يتخانق مع بويد عشان يدخلهم. ساعتها بيضطر بويد إنه يقول له الحقيقة ويقول له إنه مش بشر، إنهم استحالة يخشوا. نفس الوقت بيكون خاطري واللي معاه لسه ما دخلوش البيوت. ساعتها بيسمع صوتهم الناس اللي موجودين في البيت، وبيضطروا إنهم يشغلوا الإنذار. تعرف فاطمة إنه أليس واللي معاه، بس وقتها بيظهر واحد من سكان البيت ومعاه سلاح، يقول لهم إن مفيش أي حد داخل ولا حتى يفتحوا الباب. ده طبعا بسبب خوفه الكبير من الكائنات الشريرة اللي بره. لغاية لما بيوصلوا على الباب وبتبتدوا يخبطوا. ساعتها بتوصل دونا وبتحاول تقنع الشخص اللي معاه سلاح انه يدخله. فجأة بتقف جولي مصدومة، اول لما بتشوف ناس غريبة موجودة. ساعتها كانت هتقرب تروح ليهم، بس بيخبط فيها كيني وبيفوقها. يحاول يضرب النار على الاشخاص دي، واللي بيبان انه ما بيأثرش فيهم. بسرعة بيفتحوا لهم الباب وبينجحوا انهم يخشوا مرة تانية. بتبدأ بعدها دونا توجه كلامها من الناس وجداد انهم يفضلوا على الارض، كمان هتربط ايديهم. في نفس الوقت بيحاول جيم يستفسر من بويد لما قال له انهم مش بشر، بس للأسف بويد ما كانش عارف طبيعتهم ايه. ابتدى يقول له ان التعويذة اللي معاهم واللي موجودة معاهم في العربية دورها انها بتحمي المنازل منهم، مش هيقدر يخش جوه البيت طول ما الشبابيك مقفولة. المرة الاولى اللي جربها على العربية. بتدخل دونا على تابسة تقول لها انهم كانوا مضطرين يعملوا كده حكم ان دي ليلتهم الاولى في المكان، مش متوقعين تصرفهم هيبقى ازاي. بتقول لها ان قبل ما تشوف بنتها لازم تقول لها طبيعة الموقف في المدينة، الكلام اللي هتقوله ممكن يكون اسوأ حديث عدى عليها في حياتها. بتقابل فاطمة جولي بتقول لها ان الكائنات اللي بره ممكن تقدر تخش جوه دماغك. ساعتها بتحاول تقنعك انك تدخليهم، عشان كده بيضطروا انهم يغطوا الشبابيك. ترجع الكائنات مرة تانية تخبط على عربية جيم، يأكد له بويد ان طول ما التعويذة موجودة مش هيقدروا يدخلوا. نفس الوقت بتكون جينا هي الوحيدة اللي موجودة في المستشفى مع لو اللي بيكون ابو كيني. تنجح بعدها كريستي انها تطلع سيخ الحديد من رجل ايسن،
تبدأ سارة إنها تكلم ناس مش موجودين حواليها، يكونوا موجودين بس في عقلها، بعد لما قتلت تومي اللي كان موجود في المستشفى. من الواضح إنهم ابتدوا يطلبوا منها طلبات غريبة، ابتدت فعلا إنها تقطع لسانه. طبعا تابيسا كانت مصدومة من اللي قالته لها دنة، بتفهمها إن اللي بيدخل المدينة دي ما يقدرش يخرج منها، وده اللي حصل مع دنة هي وأختها. لما دخلوا المدينة وشافوا واحد من الناس على الطريق، فضل واقف قدام العربية ومش راضي يتحرك ومبتسم ليهم ومتحذرهم ليه أكتر من مرة. ساعتها أختها بتنزل من العربية ومعها السلاح عشان تهدده، برضه بيفضل واقف ومبتسم لغاية لما هجم عليها وسلخها في الشارع وابتدى ياكلها. ساعتها ما كانتش قادرة تتصرف ولا تعمل حاجة غير إنها بتجري وسط الشجر وبتستخبى هناك. بتقول لها انها محظوظة انها جت للمكان هي وعيلتها والشمس كانت طالعة، اللي كان هيحصل نفس اللي حصل لها هي واختها. اول لما ايسم بيفوق يبدأ يقول لابوه انه شاف بحيرة الدموع، كمان شاف عدد كتير من الرسومات اللي موجودة على الجدران. الرسومات دي كلها اللي موجودة على الحيطة هي نفس الرسومات اللي موجودة في اوضة فيكتور واللي كان هو رسمها، كمان كان بيرسم لجيم واللي حصل لعيلته. ترجع بعدها سارة البيت وبتقابل اخوها وبتقول له ان ما كانش قدامها اي خيار. ساعتها بيشوف الدم اللي كان موجود على هدومها. بتتفاجئ جينا اول لما بتروح لتومي تلاقيه ميت وغرقان في الدم، كمان باب المستشفى مفتوح موجود عنده الكائنات الغريبة وهي مبتسمة. في تاني يوم اول لما بيطلع النهار بيطلع بويد من العربية، بيجي لهم خاطري وعيلة جيم عشان ياخدوهم. وبتبدأ سارة تحكي لأخوها عن كل اللي عملته، عن الأصوات اللي بتجيلها في دماغها واللي بيخليها تعمل حاجات هي مش عايزة تعملها. طبعا هي اللي قتلت تومي وفتحت الباب في المستشفى، بتقول له ان دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليهم يرجعوا البيت. لما بيوصل خاطري للمستشفى بيتفاجئ كيني ان الباب مفتوح. طبعا بيدخل وبيلاقي جينا ميتة، بيكون مصدوم اول لما بيشوف ابوه ميت ومتاكل. طبعا لما بويت بيرجع المركز يضطر انه يمسح اللوحة خالص اللي عليها الايام سبب زيادة عدد الناس اللي اتقتلوا في المدينة. لما بيرجع ايسن وبيقعدوا كلهم في بيت دنة، يكون دايما بيبص للشباك انه شايف طفل صغير بره، بيكون هو الوحيد اللي شايفه. بس ايه اللي هيحصل بعد كده والطفل ده قصته ايه؟ ده اللي هيبان في الملخصات الجاية.